الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في جميع أيامكم، وأن يجعل عشركم هذه عشرا مباركة تكون سببا من أسباب رفعة درجتكم عند ربكم وزيادة حسناتكم وأجوركم، ومن أسباب صلاح أحوالكم الدينية والدنيوية. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته ورفع الله درجته في عليين. فلنقرأ بعض الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم مطير ذي ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فقال: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل الصلاة في الرحال، صلوا في بيوتكم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض فكأن الناس أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، فعل هذا من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتجيئون تدوسون في الطين والدحض إلى ركبكم. قوله هنا: خطبنا ابن عباس في يوم مطير ذي ردغ، يعني بذلك الوحل واختلاط المياه بالطين والتراب. وفي هذا مشروعية خطبة الجمعة. قوله هنا خطبنا بمعنى أنه صعد المنبر وتهيأ للخطبة، وفي هذا مشروعية خطبة الجمعة في أيام الأمطار، وأن الناس وإن عذروا في ترك الجمعة بسبب المطر إلا أن الخطيب يلزمه الإتيان بخطبة الجمعة والصلاة. وفي الحديث مشروعية لفظة حي على الصلاة وحي على الفلاح في الأذان، ومن ذلك أذان الجمعة. وفي الحديث أن المؤذن يؤذن بعد صعود الخطيب للمنبر. وقوله هنا فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، في بعض ألفاظ الحديث صلوا في بيوتكم، في حديث ابن عمر قال صلوا في رحالكم، ولكن حديث ابن عمر أنهم كانوا في سفر، وظاهر حديث ابن عباس صلوا في بيوتكم أنه يقال في المدن وحال الاستقرار. فقال: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض كأنهم استنكروا هذا العمل من ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، أي لم ترضوه ولم تقبلوا به. في هذا مخاطبة المؤذن حال أذانه إذا كان لمقصد شرعي أو لتنبيه متعلق بحكم شرعي. وفي الحديث الرخصة في ترك الجمعة في أيام الأمطار. وقوله هنا قال: كأنكم أنكرتم هذا، فعل هذا من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور العبادات. وفي هذا أن ابن عباس صلى بمن حضر وطلب ممن كان في بيته أن يبقى،
وألا يأتي للجمعة. قال ابن عباس: إن الجمعة عزمة، يعني أمر مؤكد، عزم الشارع على المؤمنين أن يأتوا إليها. وإني كرهت أن أحرجكم، أي أجعلكم تنالكم المشقة والحرج بخروجكم، أو أنني خشيت أن تأثموا بأن ينادى لكم إلى الجمعة ولا تستطيعون الإتيان إليها. قال: إني كرهت أن أحرجكم فتجيئون تدوسون في الطين، أي تمشون فيه وتطأون بأقدامكم الطين، فيكون سببا من أسباب اتساخكم واتساخ ثيابكم. قال: تدوسون في الطين والدحض، وهو المزلة التي فيها ماء مختلط أو تراب مختلط بالمياه، والتي قد تكون سببا من أسباب زلق الإنسان. وفي هذا بيان ما اشتملت عليه الشريعة من مراعاة أحوال الناس، تخفيف على العباد بعدم وجوب ما يؤدي إلى المشقة والحرج. صلى الله عليكم. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ثم قال: وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قوله هنا: إن بلالا يؤذن بليل، فيه جواز الأذان قبل الفجر، والقول بجوازه هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة الذي رأى عدم جواز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته، والجمهور منعوا من أن يؤذن الإنسان قبل الوقت في رمضان لئلا يغر الناس، إلا إذا كان هناك مؤذن آخر يؤذن على الوقت. في الحديث فضيلة بلال وابن أم مكتوم، حيث كان يتوليان مهمة الأذان، وفيه وجود أكثر من مؤذن في المسجد الواحد. وفي الحديث أن الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر لا يلزم الإمساك معه عن المفطرات، كونه يؤذن قبل الفجر. وقد استدل بهذا الحديث على أن لفظة الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول، لأن بلالا كان يؤذن الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الذين يرون مشروعية التثويب يرون أنه يكون في الأذان الذي يكون مع دخول الوقت، ولا زال الناس يأثرون هذا وينقلونه في أذانهم. فإننا نجد أن الناس في الحرمين الشريفين وفي غيرهما يجعلون التثويب بقولهم الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني للفجر الذي يكون عند طلوع الفجر. وفي الحديث من الفوائد أن المؤذن إذا كان يؤذن على وقت طلوع الفجر يلزم الإمساك عن المفطرات بمجرد بدء المؤذن بأذانه، لقوله هنا: كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفي هذا أن الأذان الذي يؤذن به ابن أم مكتوم يكون مع طلوع الفجر، ولذا قال: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي الحديث صحة أذان الأعمى وجواز اختيار الأعمى
ليكون مؤذنا متى كان عالما بالوقت أو عنده من يخبره. وفي هذا أيضا قبول شهادة الأعمى فيما يكون من أهله في الشهادات التي تتعلق بالأوقات أو بالأصوات. وفي الحديث دلالة على قبول خبر الواحد، فإن ابن أم مكتوم رجل واحد يقبل خبره في الإخبار بطلوع الفجر. وفي الحديث من الفوائد أيضا اعتماد المؤذن على من يثق فيه في الإخبار بحضور وقت الأذان. صلى الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي 10 ركعات قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين في بيته، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وأخبرتني أختي حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف وأذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر قبل أن تقام الصلاة، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 10 ركعات، فيه الحرص على حفظ أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله من أجل نقلها، وفيه تأمل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة سنته في ما يعرض من الأمور. وفي الحديث بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يستمر عليه من السنن الرواتب. وقوله كان يصلي 10 ركعات يعني هذا الذي حفظه، وقد ذكر منها ركعتين قبل صلاة الظهر. وقد روى غير ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر. وفي الحديث بيان السنن الرواتب المتأكدة والتي تقضى. وفي الحديث أن الأفضل في السنن الرواتب وخصوصا السنن التي تكون في الليل أن تكون في البيت لا في المسجد. في هذا دلالة على ذكر نماذج من التطوعات في باب الصلاة، وأن الأولى في الفرائض أن تؤدى في المساجد، وأن الأولى في النوافل أن تؤدى في البيوت والمساكن. وفي الحديث ذكر شيء من السنن الرواتب بحيث يصلي 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويتعاهدها، وإذا فاتت في أوقاتها قضاها. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 بعد صلاة الجمعة في بيته، وهذه من السنن الرواتب في هذا الباب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في 4 ركعات بعد صلاة الجمعة في المسجد، ولذا رأى طائفة أن من صلى في البيت صلى بعد الجمعة 2، ومن صلى بعد الجمعة سننا راتبة في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات. وقال آخرون باستحباب الجمع بينها، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم تطوعا غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. قالوا:
ولا يكون قد أدى هذا العدد إلا بكونه يصلي بعد الجمعة أربعا في المسجد وركعتين في البيت. تكون هذه الأربع الركعات مفصولة كل ركعتين وحدها. وفي الحديث إطلاق لفظة الانصراف على ذهاب الإنسان إلى بيته. وفي الحديث رواية الرجل عن المرأة خصوصا إذا كانت من قرابته كما روى ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها. وقولها كان إذا اعتكف يعني إذا كان ينتظر أذان الفجر وبقي في محله الذي يصلي فيه صلاة النافلة. واستدل بعضهم بهذا اللفظ في الحديث على جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. والجمهور على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي الحديث أن الأذان لصلاة الفجر الأصل أنه لا يكون إلا بعد بزوغ الفجر. وفي الحديث استحباب أداء ركعتي سنة الفجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. وفي الحديث أن سنة الفجر لا تؤدى إلا بعد طلوع الفجر، وأن من صلاها قبل طلوع الفجر لم تجزئه عن سنة الفجر. وفي الحديث استحباب تخفيف سنة الفجر بحيث يؤدي فيها ركعتين خفيفتين. وفي الحديث أن الإنسان لا يدخل على بيت غيره في أوقات النهي التي يختص بها الرجل بأهل بيته، ومن ذلك ما كان قبل صلاة الفجر. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه إنما يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأتأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. قوله هنا لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فيه أن بلال كان يؤذن في رمضان قبل طلوع الفجر، وفي هذا دلالة على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، خصوصا إذا كان هناك أذان آخر مع طلوع الفجر. وفي الحديث من الفوائد بيان المعنى الذي من أجله كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر. قال ليرجع قائمكم، يعني أن القائم الذي يصلي ينتبه للوقت فيتسحر إن أراد صياما، ولينتبه نائمكم يعني يستيقظ، ولينبه نائبكم يعني يستيقظ من أجل أن يتمكن من أكل السحور. ثم ذكر أن الفجر فجران، فجر كاذب وهو نور يطلع من المشرق حتى يتوسط إلى كبد السماء ثم يذهب وتظلم الدنيا مرة أخرى، ويقال له الفجر الكاذب ويكون كذنب السرحان. والنوع الثاني الفجر الصادق الذي يكون بزوغ الفجر فيه بنور يطلع من جهة المشرق، بمجرد وجود هذا البزوغ يبدأ وقت
الفجر هذا النور يستمر إلى أن يتوسط في كبد السماء، ثم بعد ذلك ينتشر في الأفق. فالفجر الصادق هو الذي يتعلق به المنع للصائم من الأكل والشرب. وقال وقال بأصابعه، يعني يصف حال الفجر الصادق، وقال بأصابعه أنه حركها ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني أن النور انتشر في الأفق. قال حتى يقول هكذا، يعني ينتشر في الأفق. في هذا استعمال الإشارة للإفهام للأحكام، وأن الإشارة معتبرة. وفي الحديث أيضا الاعتماد على قول الواحد في طلوع الفجر، مما يدل على جواز الاعتماد على أخبار الآحاد. وفي الحديث التمثيل للوقائع الكونية ببيان صورتها أو برسمها. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. في هذا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، مما يدل على جواز أن يكون للمسجد الواحد أكثر من مؤذن. وفي الحديث مشروعية الأذان الأول للفجر، والذي يكون قبل طلوع الفجر، وبذلك قال الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الحديث أن الصيام يمنع الإنسان من الأكل والشرب. وفي الحديث جواز استمرار الإنسان في الأكل والشرب حتى يبدأ المؤذن الذي يؤذن على الوقت بأذانه. وفي الحديث أن الصائم لا يمتنع من المفطرات إلا بطلوع الفجر. صلى الله إليكم. قال عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثلاثة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. في الحديث تسمية الإقامة أذانا عند الرغبة في جمعها مع الأذان في لفظ واحد، وهذا يقال له في لغة العرب التغليب، كما يقال القمران ويراد بهما الشمس والقمر، ويقال العمران ويراد بهما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. فالمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وفي هذا الحديث مشروعية يكون هناك صلاة بين الأذان والإقامة، وهذه الصلاة على الاستحباب وليست على الوجوب، ولأنه قال في الثالثة: لمن شاء. وتعليق الأمر بالمشيئة دليل على عدم وجوبه. وفي الحديث من الفوائد استحباب النافلة قبل صلاة المغرب، وأن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، كما قال ذلك جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث تعليق المستحبات بالمشيئة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة في أعمالنا وصحة نظر في عقولنا ووفرة على طاعة في أموالنا،
كما نسأله جل وعلا صلاحا في ذرياتنا. وأسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها توفيقا لكل خير، وأن يعيدهم لدينهم العود الحميد، وأن يجعلهم محافظين على النوافل والطاعات بإذنه جل وعلا. وكما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. ولعلنا إن شاء الله نأتي لبقية الأحاديث في الأيام القادمة. وفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.